نادي الأهلي السعودي وجماهيره قد يتلقى صدمة جديدة بعد الخروج المخيب للآمال من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا على يد نادي الهلال السعودي وعدم استكمال مشواره من دور الثمن النهائي للبطولة الآسيوية. وودع أهلي جدة بقيادة برانكو إيفانكوفيتش مدربه الكرواتي مسابقات دوري أبطال آسيا إثر سقوطه المدوي أمام الزعيم بنتيجة 4-2 في لقاء الذهاب الذي أقيم في الجوهرة، وذلك قبل تحقيق الفوز في الإياب بنتيجة 1-0. وعلى الرغم من ذلك لن تكفيه تلك النتيجة للعبور لربع النهائي، لأنه كان يحتاج للفوز بثلاثية مقابل لا شيء. تقارير صحفية كشفت على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في طريقه لفرض عقوبة على الأهلي بعد التصرف الذي بدر من جماهيره التي ألقت قوارير المياه والزجاجات الفارغة في محيط الرعب. وأضافت التقارير ذاتها بأن الأهلي قد يتعرض لعقوبة الحرمان من الجماهير في أولى مباريات الفريق خلال النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال آسيا. ومن ناحية أخرى، واصل الأهلي تدريباته في المقر الرئيسي للنادي استعدادا للموسم الكروي الجديد تحت أنظار سمو الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق. وعانى الأهلي في الفترة الماضية من كثرة التغيير في الجهاز الفني بعد تدني نتائج الفريق في بطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، حتى الاستقرار على الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي لم يخوض اختبارا حقيقيا سوى مواجهة الهلال التي خسرها برباعية. ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين الخميس المقبل في الجوهرة المشعة عندما يستضيف العدالة في إطار مباريات الجولة الأولى. وأنهى الراقي الموسم المنصرم في المركز الرابع خلف الثلاثي النصر والهلال والتعاون، ويكتفي بحجز مقعد في دوري أبطال آسيا نسخة 2020. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة راز فالوشيسكو المدرب الروماني على الإبقاء على الرباعي الأجنبي في قائمة أزرق العاصمة الآسيوية. وتضم قائمة القلعة الزرقاء في دوري أبطال آسيا 4 لاعبين أجانب، وهم الإيطالي جيوفينكو والفرنسي بافيتين بيغوميز والبيروفي أندري كاري والكوري الجنوبي جانغ هيون سو. واستقر لوشيسكو على تلك الأسماء بعد النجاح الذي حققه الأزرق أمام نظيره أهلي جدة بدوري أبطال آسيا بدور 16، وحقق الفوز في مباراة الذهاب بمدينة جدة برباعية مقابل هدفين جعلته يدخل مباراة الإياب بالرياض مستريحا فنيا، ورغم الخسارة التي مني بها الفريق أمام نظيره الراقي بهدف دون رد وضمان التأهل ليضرب موعدا مع نادي الاتحاد السعودي بدور الربع النهائي في كلاسيكو سعودي آخر يجمع الزعيم بالعميد. وأمهل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الفرق المتأهلة إلى منافسات الدور الربع النهائي من البطولة القارية 7 أيام من تاريخ انتهاء مواجهة دور 16 لتعديل قائمة اللاعبين الأجانب، وفي حال عدم مخاطبته سيتم اعتماد المقيدين من قبل. وقد بدأ الفريق الهلالي مباشرة التدريبات مساء أمس الأربعاء، وقام اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الأهلي بتمارين استرجاعية، وأدى باقي اللاعبين التدريبات الاعتيادية والفنية. وقام راز فالوشيسكو مدرب الهلال بعمل مناورة للاعبين، وكان من ضمن الحضور عبد الله عطيف. وقد قرر الجهاز الفني إراحته بسبب الإرهاق الذي شعر به أثناء التحضيرات للقاء الأهلي، فيما واصل اللاعب محمد البريك العلاج في عيادة مستشفى المملكة الطبية في مقر النادي. شهد دور 16 من أبطال آسيا
حدثا تاريخيا بعد بلوغ نادي النصر السعودي بقيادة روي فيتوريا مدربه البرتغالي لأول مرة منذ استحداث البطولة الآسيوية موسم 2003، حيث حقق ذلك بعد أن حسم أمر التأهل على حساب نادي الوحدة الإماراتي بمجموع اللقاءين بنتيجة 4-3. أما نادي الهلال السعودي فاستطاع حجز مقعد في دور ربع النهائي بعد تخطي أهل جدة في الذهاب برباعية مقابل هدفين قبل الخسارة بهدف دون رد إيابا، ليضرب موعدا لملاقاة غريمه التقليدي في الملاعب السعودية نادي اتحاد جدة. وانتقل الصراع الأزلي بين الهلال والنصر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى دور أبطال آسيا، خصوصا وأن الفريقان تأهلا إلى دور الثمانية على حساب الأهلي والوحدة الإماراتية. ومن المنتظر أن يشهد دور الثمانية صراعا من نوع خاص بين المهاجم الفرنسي بافيتين بيغوميز محترف الهلال والبرازيلي جوليانو دي باولا نجم نادي النصر على لقب هداف البطولة، خصوصا بعد غياب ليوناردو دا سيلفا متصدر المشهد برصيد 9 أهداف فور خروج الوحدة الإماراتية. ويمتلك المحترف الفرنسي بافيتين بيغوميز 7 أهداف متساويا مع جوليانو نجم النصر، ويرغبان في زيادة غلة الأهداف على دور الثمانية من أجل تحقيق لقب فردي في البطولة القارية. هذا بجانب المحترف البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد الذي أمامه فرصة قوية للدخول في دائرة الصراع على اللقب الفردي، خصوصا وأنه يمتلك 5 أهداف بالتساوي مع شينزو كوروكي مهاجم فريق رضا راوة. وكان بإمكان المهاجم المخضرم عمر السومة إضافة لقب جديد خاص له، لكن خروج الأهلي من البطولة الآسيوية حرمه من ذلك، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف منذ مباريات دور المجموعات حتى لقاء الهلال في موقعة الجوهرة المشعة. وسيخوض النصر لقاء الذهاب في ربع نهائي دور أبطال آسيا في الرياض يوم 26 أغسطس، على أن تقام مباراة الإياب في 16 سبتمبر. أما الاتحاد فيستضيف الهلال في الجوهرة المشعة يوم 27 أغسطس الجاري، قبل أن يحل ضيفا في محيط الرعب يوم 17 سبتمبر المقبل. أحد البرامج الرياضية طالبت جماهير نادي النصر السعودي بإيقافها بعد أن أثار أحد مقدمي برامجها جدلا واسعا في الشارع الرياضي السعودي، وذلك بعد تأهل أصفر العاصمة لربع نهائي دور أبطال آسيا. وبلغ العالمي بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا ربع نهائي أبطال آسيا على حساب نادي الوحدة الإماراتي بعد تحقيق الفوز بنتيجة 4-3 بمجموع اللقاءين. وأشعل وليد الفراج موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر بتغريدة أثار بها غضب جماهير الشمس المنتشية بالإنجاز الذي حققه فريقها في البطولة القارية الآسيوية بعد التأهل. وغرد الفراج عبر تويتر قائلا: أحترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمد الله، وأتفهم ما تحقق للجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي، لكن لن يكون الدور الماضي الدور القوي الوحيد، ولن يكون حمد الله أفضل مهاجم أجنبي مر بملاعبنا. علينا التفاخر بإنجازاتنا، لكن مع الاعتراف بإنجازات وتاريخ ونجوم الآخرين خفف تعصبك. وافتعل الفراج بعد تلك التغريدة أزمة، حيث تعرض لهجوم لاذع من قبل جماهير النصر مطالبين بإيقاف برنامجه الذي يقدمه، حيث دشنت هاشتاغ يحمل عنوان إيقاف برنامج الفراج مطلب للرد عليه بالأرقام والإحصائيات التي حققها سواء النصر أو المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي أصبح الهداف التاريخي للبطولة برصيد 34 هدفا متفوقا على
حمزة إدريس نجم الاتحاد السابق، كما اعتبر بعض الجماهير أن تلك التغريدة قد تسببت في إشعال التعصب بين الجماهير النصراوية والأندية الأخرى قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد المقرر يوم 22 من أغسطس الجاري. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد. We'll be right back.